عادل اصحى اصحى يا عادل. ايه يا ماما خير؟ في ايه؟ طبعا نايم ومستريح. في ايه يا ماما؟ يعني انت مصحيانة عشان تقر عليا؟ لا عشان اقول لك ان سنة اختك متطلقة. ما متطلقة من زمان يا ماما، دي متطلقة من الجزء الاولاني، ايه الجديد يعني؟ ايوه عشان تبقى فاكر وما تنساش. حاضر يا ماما، هاتيلي قسيمة الطلاق بتاعتها وانا بروزها واحطها عندي في المحل. اه صح كده، وما تنساش بقى تبقى تقول لمعارفك واصحابك. يا ماما انت عايزة تجرسين وخلاص، معارف ايه واصحابي ايه؟ يا ابني انت لازم تقول لهم عشان يعرفوا ان اختك متطلقة، يمكن يجي لها عريس. حاضر يا ماما، حاضر، سيبيني بس انام واما اصحى ان شاء الله اعمل لها اعلان في الجرايد وفي التلفزيون واخليها تطلع مع وديع. ها؟ مرحبا. مرحبا. بحياتك بلاقي عندك تبولة؟ ايه دولة؟ تنبولة؟ ثانية واحدة ثانية واحدة استاذ دولة. في واحد هناك بيسأل على حاجة اسمها تنبولة. تنبولة ايه؟ يا ناقص اختراعات، مفيش حاجة اسمها تنبولة يا ابني. انا اعرف شكله كده اجنبي وعمال يقول حاجات غريبة. يعني نكرمه يعني. اديله شوية سلطة من عندنا وقول له دي متبلة وزي الفل. عينيا. احنا عندنا سلطة من دي. ايه بس هي مش تبولة، شو عم تضحك علي يا حبيبي؟ هي مش تبولة. انا ماليش دعوة، صاحبي المحل هو اللي قال لي. وينه صاحب المحل؟ هناك اهو. ايه يا باشمهندس خير؟ تحت امر. انا مش مهندس، انا فنان ممثل. فنان ممثل؟ نعم، وجاي لهون لحتى اصور مسلسل تاريخي عن العظماء، وانا اخد دور العظماء. ايه ده ممثل وبتعمل ادوار العظماء؟ يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل 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 اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ممثل؟ ايه ده ايه ده، مش معقول. ليش مش معقول؟ ليش مستغرب يا حبيبي؟ انا ممثل مخضرم، كنت الاول بالتمثيل بالجامعه. ايوه الجامعه. ايه ده وتمثيل؟ يا شادي شادي اللبناني. شادي قلت لك بقى انا نجم معروف، بيعرفني؟ مش مساله نجم معروف، انت في الجامعه، انا بفكرك بايام تانية. انا مش فاكرني ايام الجامعه، كنا مع بعض رفيق الكفاح مسرح الجامعه. لا. اه لا. اه لا. اه لا. آه. عدديل. يا حبيبي يا عادل اشتقت لك. انا لك يا حبيبي. كيف ازيك يا شادي؟ طمني عنك. والله كله تمام الحمد لله. يا شفتك بعد العمر ده كله، ازيك؟ يا وي يا وي يا ايام حلوه، رضا الله عليك الايام يا عادل. اه يا يا ده كانت ايام جميله صحيح. فاكر بقى ايام مسرح الجامعه لما انا كنت عامل دور اوديب ملكا وانت كنت كومبارس ماسك حربه كده واقف ورا؟ لا لا مش فاكر. مش فاكر ازاي يا عم؟ افكرك انا فاكر ساعه ما انا كمان كنت عامل دور اللي هو بتاع ضابط شرطه وانت كنت عامل دور حرامي، فاكر؟ لا لا مش فاكر. ازاي يا ضابط وانا كنت عمال بقى بضربك على اساس ان انت حرامي بس كنت بضربك بجد؟ لا مش فاكر ابدا، مش فاكر ولا نتفي اصلا، مش فاكر اني فت عجيم عمينك. انا بهزر معاك يا عم شادي، بهزر معاك. اخبارك ايه يا عم؟ وحشني والله. الحمد لله. يا عم ذكرني بايام حلوه، رزق الله هذيك الايام كل واحد عقله فاضي. اه والله. وانت اخبارك ايه دلوقتي والتمثيل عامل معاك ايه؟ يعني انت بقيت شغال ممثل دلوقتي؟ الحمد لله. لا بس على فكره انت كنت بتتقمص جامد جدا يعني الادوار. طبعا فن التشخيص هو تقمص واندماج. انت هتقول لي انا فاكر كويس قوي لما انت كنت عامل دور الحرامي سرقت الفرقه كلها. لا لا مش فاكر. مش فاكر ازاي يا عم؟ ده بالاماره حتى كمان سرقت الساعه بتاعتي وما رجعتهاش، انا عايز الساعه. ما تفهمش حاجه، بس شو اخذوني فرقه الجامعه بمسرحيه تاني، اعطوني دور بيعمل جو، فبعت الساعه بالمشهد الثالث. اه بعت الساعه بتاعتي، مش اشكال، ابقى اخدها من المخرج اهو لبناني زيك. وانت بقى قاعد هنا في مصر بتعمل ايه؟ قلت لك عم صور مسلسل تاريخي وانا اخد دور العظماء، انا البطل. ايوه انت البطل، ده انت بقيت مشهور بقى يا عم. طبعا انا نجم لبنان القادم يا عادل. ما شاء الله. وبتقعد بقى في لبنان كده هو بقى مع جورج قرداحي وهيفاء وهبي وكده؟ لا بس هن زملائي يعني، جورج وهيفاء ورزان. رزان مغربي؟ انت تعرف رزان مغربي؟ اللي هي بتاعت برنامج لعبة الحياة، عارفها كويس. طب ممكن بس توصيها يعني لما تشوفها تديني صندوق من اللي هم بتوع الجزم دول اللي بيبقى فيه فلوس؟ يا عادل انا ما اقدرش اصبر ان اختك سناء تفضل من غير جواز لحد دلوقتي، اتصرف. وانا اعمل ايه يا ماما؟ وانا اللي كنت طلقتها يعني؟ يا ابني اتصرف. اتصرف اعمل ايه؟ انا بص يا ماما حاضر هشوف لها عريس، بس انا مش فاضي اليومين دول. هو في اهم من اختك وجوازها؟ ماما من الاخر كده سناء سمعتها وحشه. نعم. لا مش سمعتها وحشه حاجه وحشه، لا سمعتها وحشه في الجواز يا ماما. انا ماليش دعوه، اتصرف. حاضر يا ماما، انا بس في واحد صاحبي من لبنان اول ما يسافر ان شاء الله هتصرف اشوف لها عريس. ايه بتقول؟ ايه؟ بقولك في صاحبي من لبنان اما يسافر هتصرف يعني. سناء 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 يا حبيبتي سناء، تعالي يا سناء تعالي. ماما في ايه؟ جالك عريس من لبنان. عريس يا ماما؟ انا جالي عريس زحمتك يا رب. في ايه يا سناء؟ سناء جالي عريس من لبنان. اخيرا هتغوري من البيت اخيرا. الحمد لله. ما تنسيش بقى تجيبي لي
نختبر معاكي من بيروت. انا يا ليكي. وانا يا سناء عايزه تفاح لبناني. وبعدين تفسحينا بقى كلنا كده في بيروت في الجبال. الجبال. ايوه 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 ايوه. يا جماعه ايه الخيال العلمي اللي انتوا عايشين فيه ده؟ لسه مفيش عريس ولا حاجه يا ماما. ايه ده ايه ده؟ العريس هيفلسع بعد ما غرر باختك؟ غرغر بيها ايه؟ هو يعرفها اساسا يا ماما؟ انا اعرفه، انا شفته، انا فاكراه وحلمت بيه كتير. طول عمري بحلم ان هيجي لي عريس لبناني ينزل من الجبل كده بتاع لبنان يخبط في وشي. ينزل من الجبل؟ الجبل ما بينزلش منه غير الديابه بس. يبقى شبه عاصي حلاني، وائل كفوري، حتى وائل جسار. انا مش موافقه، انا موافقه، انا فرحانه. بعد ما ارتاحت روحي وعرفت ان الدنيا دي مشيت خلاص وما جيتك من اخر الرحله. انا برضو بالتجربه وارحى. ودراسه المجنونه يابا يابا علمونا. انا دبست يا رانيا. ليه يا عادل؟ هو انت مش قلت ان صاحبك ده جاي من لبنان عشان يطلب ايد سناء؟ لا يا ستي، ده كان جاي عشان يطلب واحد فول وما خدهوش معاه كمان. مش فاهمه بقى يعني ايه. يعني يا ستي الراجل ده كان معايا في فريق التمثيل بتاع الجامعه، وبعدين انا قابلته صدفه في المحل. طب يا ايه عادل، طب ما تحاول تقنعه ان هو يتجوز سناء. ايه المشكله يعني؟ ده اكتر قد الدنيا وهنبقى مشهورين. وبعدين اهو نخلص يا عادل ونفضي حته من البيت عشان نقعد براحتنا. اه تصدقي صح. يا لو ده حصل يا ياخد سناء ويطلعوا على لبنان، ماما تروح تقعد مع سناء، وبعدين مامتك واختك يروحوا لهم زياره. ما يبقاش فاضل غيرك ام طلقك وقاعد لوحدي. تصدق بقى ان انا هعتبر ان انا ما سمعتش اي حاجه. بس بغض النظر عن الخطرفه اللي انت بتقولها، اه احنا كمان برضو نروح لبنان ونعمل هاني مون جديد ونطلع على الجبل وناكل كبه نيه. ويا الله شو بحب الكبه النيه. اه والفتوش والمكدوسي. ويا سلام. يا ده يوم المنى، يوم المنى ان هو فعلا يتجوز سناء ويمشي، واحنا بقى ايه نتمنجه ونقعد بقى ناكل براحتنا في لبنان. يا عادل. اه والله يا عادل بجد. اه بس انت طبعا عايز طريقه لاقناعه. انا اقول لك بقى على طريقه جامده جدا بقى، انه انت تقنعه ان سناء بتحب التمثيل موت، وهما يبقوا دايو مع بعض في فيلم سينمائي من بتاعهم، زي عارف مين؟ زي كمال الشناوي وفاتن حمامه في يا سلام على حبي وحبك. اه نمشي من حبك. ده كمال الشناوي وفاتن حمامه. ماشي، هي الافكار كلها جميله، بس ازاي نقدر نقنعه بحاجه زي كده؟ ازاي الراجل اصلا دماغه مش مركزه غير في تمثيله بس؟ طب اسمع، طب اسمع، انا عندي فكره جامده موت بقى. ايه هي؟ هو الراجل ده قاعد فين دلوقتي؟ بيقول انه قاعد في فندق قريب. اوكي، انت تروح تجيبه من الاوتيل عشان يقعد معانا هنا، وتسيب الباقي عليا. انا بقى هعرف اوفق راسين في الحلال. شو بتشرب يا استاذ؟ يا شادي. انت ايه جاي مصر عشان تمثل ولا تشتغل متر؟ لا انا مش عم بشتغل، بس عم بتمرن على دور متر دوتيل. اصلي هناك وابتدى حياته المهنيه متر دوتيل. ماشي يا سيدي، وانا هساعدك على التدريب. هات لي كوبايه شاي وازازه لبن. قوم جيب بنت. ايه ايه، مش هتجيب لي ولا ايه؟ مش انت عامل متر؟ بلا، بس خلاص المشهد خلص. اهلا وسهلا فيكو. تشرب ايه يا زلمة؟ يا لا تأثير، مالك بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عامل متر ديتول الماني زي الاستاذ. ديتول؟ متر ديتول؟ يلا يلا امشي من هنا. هلا ما خبرتني شو هالقصة العظيمة اللي تركت البروفيت كرمالها؟ سناء. سناء؟ مين سناء؟ سناء اختي. اختك سناء؟ ايه شو بقى؟ مش فاكرها ولا ايه؟ ايه 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 سناء سناء ايه 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 لا لا مش فاكرها. ايه افكرك انا يا عم؟ ده انت حضرت الفرح بتاعها كمان. ايوه 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 ايوه. لا لا مش فاكرها يا عم. مش فاكرها ازاي؟ ساعة ما انت كنت عامل دور مأذون في الجامعة في المسرحية، وبعدين اصريت ان انت تيجي تكتب كتابها. اه هلا عن جد مظبوط مش فاكرها. هفكرك ساعة ما قلت هتعمل كتب كتاب عرفي. اه ايه ايه مش فاكر. ما انت اصلك يا شادي وقت ما بتقمص الادوار بتنسى كل حاجه. مظبوط، انا ما بيلي الا التمثيل، انا بعشق التمثيل، بعشق التمثيل يا عادل من بطن امي انا بس. يا سلام، من بطن امك ايه بقى؟ كنت عامل دور ايه، القلب ولا الكبد؟ بيختير يا عادل، ذكرت نكتك البيخه يا زلمه. الله يخليك. والله يا اخي انا برضو كمان بحبك لله في الله، بحس دايما ان انت زي انشطه يعني جوز اختي سناء. جوز اختك؟ ما قلت لي اختك مجوزه. لا ما هي اتطلقت على طول. لحقت؟ اه اول يوم، يوم الفرح قاعده مع جوزها كده، وقعدت معايا يعني في لحظه رومانسيه، وقالت له
بحبك يا شادي. آه هي تلخبطي. تلخبطي بحبك. بحبك. شادي؟ شادي يعني أنا؟ أيوه بص بقى أنا هعمل معاك واجب جامد جدا بقى شادي. واجب ليش أنا بالمدرسة تعمل معي واجب يا عدول؟ لا مش واجب مدرسة، لا واجب يعني إيه؟ بص أنت مش مفروض قاعد في فندق وكده، أنا هخليك يا سيدي تسيب الفندق وتيجي تقعد عندي في البيت واكل شارب نايم. عجد؟ وأكلكم طيب؟ أكل جميل مع الأكل بقى سناء على طول، هي بتحب تعمل إيه تبولة وفتوشة وكده يعني. يا سلام يا سلام. إيه؟ ذكرتني بأكل. إيه ده هي اتوفت يعني الله يرحمها؟ لا بس الأكل اللي بعتته معي باظ. خلاص ولا يهمك، لعلمك سناء أختي دي أحسن واحدة في مصر بتعمل أكل لبناني. الله رات شي يوم رح أجي لعندك يا عدليل، بس هلا مش فاضي، عم صور بصحراء الهرم، أخذ دار خوفه. إيه ده عامل دور خوفه؟ ده أنت جنبي على طول. أنت شو ساكن؟ أنا ساكن جنب خفرة على طول، عارف شارع فيصل؟ في فيصل بقى حتة منطقة هادية، عند حتة اسمها العشرين كده، هادية خالص، تسمعش غير أصوات عصافير، وتكاتك صغيرة برضو زي العصافير كده هو، وعربيات نقل بقى، حلوة قوي. رانيا خلصت شربات البرد ولا لسه؟ ورد إيه حماتي؟ وأنا بعمل لاتي بوكيه؟ أنا بعمل حاجة تانية خالص. انا مش فاهمه انت بلديوس هتديلي لحد امتى كده؟ مش معقول ده جاي من بلاد لبنان، يعني ما بيشربوش عصير ورد اللي بتقوليه ده، ده يشرب عصير كريز، عصير تفاح، كوكتيلات يا جهلاتوس. انت عارفه حاجه؟ بس بقى انت هتديلي كده لحد امتى بقى تمدنه بقى؟ ياسمين روحي استعجلي سناء قولي لها العريس على وصول. يلا بسرعه. يا جماعه يا جماعه ممكن حد يجي يساعدني بقى وانا بلبسها؟ اه بيان شور انا يا حبيبتي اجي معاكي على طول. افتحي يا رانيا يمكن عايزين نشوفه. بليز مبروك يا انعام ومبروك بجد. الله يبارك فيكي سناء، قاعده وحشني قوي 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 قوي. هو في ايه يا حماتي؟ هو حياتك دلوقتي ده وقت يعني عياط دي مناسبه حتى على كده؟ انتوا عيله نكد. يا ترى العريس شكله ايه؟ اكيد قمر لبناني بقى، شياكه واناقه وفلوس. انا مضطره افتح يا حماتي. اتفضلي. ايه ايه ساعة على ما تفتحوا الباب؟ معقولة يا جماعة؟ ايه يا عادل فين صاحبك اللبناني؟ موجود جاي. اتفضل اتفضلوا يا رجالة. ايوه حط هنا حط هنا اهو. ايه ده يا عادل، هو انت نصاحب سعيدة من لبنان؟ لا سعيدة دي بس اللي من لبنان. معقولة يعني يا رانيا؟ هي الحكاية وما فيها ان دول الناس اللي جايبين الشنط شايلينها مش اكتر. امال فين العريس؟ يا ماما بيحاسب تحت العربية نص نقل اللي شايلة الشنط. وسايبه يحاسب العربية؟ ده جوز اختك يا ماما. جوز اختي ايه؟ هو شاف سناء اصلا يا ماما؟ يا بيه هي فين الحيطة اللي هنكسروها؟ الحيطة اللي هنكسروها مش موجودة اصلا. انتوا بس جبتوا الشنط ومتشكرين قوي رجالة. الف شكر الف شكر. اتفضل انت والرجالة. متشكرين يا بيه. مع السلامة مع السلامة. بابا هو فين عريس عمته سناء؟ حبيبتي هو لسه ما بقاش عريسة، هو لسه ما شافهاش. يا عالم هيوافق او اكيد مش هيوافق يعني. اهلين. اهلا اهلا شادي صديقي. اهلا وسهلا. اهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بصي عادل عريسي جنن زي القمر بجد بجد، هيك اللبنانيه اهلين. يستاهل سناء بصحيح. اتفضل اتفضل حضرتك اقعد اتفضل. منور منور. يعني حضرتك انا عاشقه معشوقه وولهانه ومتعشقه عشق باللبنيز والفن اللبناني. ايه كميه العشق دي يا رانيا؟ ده غير بقى ان انا حريفه في الطبخ اللبناني وخصوصا الكبه النيه. انت بتعرفي طبخ مصري اساسا عشان تخش على اللبناني؟ صراحه مدام انا زهقان صراحه من الاكل اللبناني، عبالي اكل مصري. ما شاء الله بيتك حلو كتير يا خي عادل. اهلا وسهلا بيك. ما هو بيت اخو مراتك. ماما ايه دي يا ماما ما تفضحناش. لكن يا ابني ايه الهدايا دي كلها؟ ماما دي مش هدايا، ماما دي حاجته يعني مش هدايا. اذا كان على الهدوم لا، احنا عندنا عاداتنا ان الهدوم على اخو العروسه. ماما كمان بتدبسيني يا ماما. لا صراحه مدام هودي مش هدايا، هودي تيابي تياب التمثيل والاكسسوارات. ياسمين اجري جري بقى النادي عمته ليه العريس جه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اعرفك ماما، دي مراتي رانيا، حماتي مجيده، ودي اخت مراتي نجلاء، واللي مشيت من شويه دي ياسمين بنتي. يعني حضرتك راجل ومعاك خمس ستات. يا ريتهم خمس ستات، هما سته في واحده جايه دلوقتي. اهلا اهلا بالعريس اللبناني. عريس؟ لا هي مش اصل احنا يعني سلو بلدنا في مصر، يعني اي حد لبناني بيجي لنا زياره بنقول عليه عريس. نجلاء استعجلي سناء. حاضر. اهي جت اهي.
عندكم فرح بالبيت؟ لا مش فرح ولا حاجة، أصل إحنا عادتنا في مصر يعني ما بيجي لنا ضيف من لبنان أخت صاحب الشقة المطلقة بتلبس عروسة. امسك الصينية، امسك الصينية. اتفضل. لا معلش أنا ما اتفضل، ده صنع إيديا. لا أنا ما بشرب. اتفضل واخلص. عديلي كستيج عدوني. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. اشرب. لا معلش أنا ما لا حاول تشرب. لا معلش ما اشرب. بقول لك إيه، حط سناء في عينيك. ماما كفاية بقى يا ماما، ماما فضحتينا. عودي يا ماما، عودي 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 عودي. حاول تشرب تاني. خلاص خلاص، هو قال مش عايز يشرب. خلاص يا سناء خلاص. عدول انا بدي ارتاح. اذا بتريد بدي ارتاح. طبعا بريد طبعا ان انت ترتاح. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل معايا، اتفضل معايا يا شادي. اتفضل. لسه بدري، احنا ما قعدناش مع بعضينا. اتفضل 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 شادي. بس شادي بس شادي 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 فضحتونا يا حماتي، فضحتونا يا ماما. عريسي عريسي عايز خلاص بقى، خلاص بقى خلاص بقى، عيب عيب بقى كده عيب. طلباتكم ايه يا بهوات؟ بهوات يا مين، انت اتعميت في قلبك؟ انا اسف، طلباتكم ايه يا هوانم؟ هوانم شوف البي يشرب ايه. ليديز فيرست طبعا. انا كنت عايزه اشرب اكسبريسو ميديوم. اسبريسو ايه؟ اسبريسو ايه؟ اشربي شاي بربري. شاي بربري؟ انت مالك وانت اللي هتشرب؟ بقولك ايه، هقوم الطشك. انا عايزه اسبريسو ميديوم. اسبريسو اسبريسو، انا مالي، انت حره. وانت هتشرب ايه؟ هشرب شاي بربري. حاضر. شاي بربري ايه؟ واحنا قاعدين في قهوه، اشرب اسبريسو. امشي هات من قدامي. انا مالي. عايزه ايه؟ كنت عايزاك في موضوع مهم قوي 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 قوي، ومصير يا بيبي. انت ما كنت تتكلمي معايا على الموضوع ده في البيت؟ ايه اللي يخلينا نيجي لغايه هنا ونقابل تيسير بوشه كده هو متضايق من كل الناس؟ ما ينفعش يا حبيبي، ما انت عارف ان الاوضه محتله احتلال لبناني. هو شادي حد قالك عليه انه انجليزي؟ المهم يعني ايه بقى الحكايه؟ بص بقى، احنا عايزين نعيد تقسيم الاماكن الشاغله في البيت لما سناء تمشي وتسيب اوضتها. انا اعيد تقسيم؟ هو انا الامم المتحده يا ماما؟ انا بتكلم بجد يا بيبي، سناء لما هتمشي هتسيب اوضتها وانا محتاجاها موت. يا سلام، طب ما ماما قاعده مع سناء في الاوضه، ما هتفضل في الاوضه. ايه ده، هو انا ما قلتلكش مش هنقنعه ياخد امك معاهم؟ ياخد امك؟ حاجه اسمها ياخد امك؟ ماما استحاله تسيب البيت ابدا. لا 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 معلش، انا عايزه اقول لك على حاجه، امك واختك هيروح لبنان معاه. انت عايزه تعكنين على سناء وخلاص؟ ليه يا ماما؟ ليه ايه بس يا عادل، حرام عليك يا عادل. يعني اشمعنى سناء، سناء الموكوسه تتجوز واحد لبنيز وانا اتجوز عادل؟ ايه تتجوزي عادل؟ قصدك ايه؟ هي روحي، ده انا بموت فيكي يا قمر يا قمر. بس يعني انا كنت عايزاك تتطور وتاخد كده الجنسيه اللبنانيه وتبقى زيك زي، عشان نروح بقى نصيف في لبنان. ماشي ماشي يا رانيا. عموما انا بالنسبه للجنسيه ما عنديش مشكله خالص، الجنسيه اللبنانيه هاخدها هاخدها. بس الاول تمشي سناء من البيت وانا مش عارفه ازاي هتاخد بقى الجنسيه ازاي. هتجوز واحده لبنانيه. صدق حلطوشك حلطوشك.